اسك ديفلوبر بودكاست الحلقه 38. الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم فيها عن الباكج مانجرز. هنتكلم يعني ايه باكج مانجر والتفاصيل ان شاء الله كمان شويه. بس برضو كالعاده احنا الحلقه دلوقتي بتاعتنا ما بقتش زي الاول مور ريجولر. احنا دلوقتي حسب الوقت اللي بنلاقيه، فانا عارف ان ساعات بنتاخر قوي وساعات فجاه بنطلع بحلقه حلقتين ورا بعض، بس هو حسب الوقت. بس احنا يعني ان شاء الله مش يعني ما توقفناش يعني. بالنسبه للهانج اوتس برضو ناس كانت بتسال كتير على الهانج اوتس. هو الهانج اوتس مشكلتها ان احنا محتاجين مواضيع. انا شخصيا يعني اي ران اوت اوف سبجكتس ممكن اتكلم فيها، فاللي عنده موضوع عايز يتكلم فيه اي حاجه، مش لازم تكون يعني مش لازم تكون تكنولوجي كول ولا بتاعي. مثلا انا كذا مره بقالي فتره بحاول مثلا مع ناس بيعملوا مثلا ماسترز او بيعملوا دكتوراه مثلا يتكلموا يشرحوا الحاجه اللي بيعملوها، حتى لو حاجه اكاديميه، بس على الاقل يبقى في حاجه انترستنج، حاجه ممكن الناس تسمعها. انا ما عنديش مانع ده خالص، بالعكس. فاللي عنده اي فكره، عنده اي موضوع عايز يتكلم فيه، يبعت لي سواء على البيج او على فيسبوك او على تويتر او على اي حاجه يعني، بحيث بس ان نظبط يعني الموقف. ولو في فرصه مش هتاخر ان شاء الله. طيب احب اصبح ومسي على عمرو وعلى ياسر ان شاء الله، اقول لهم صباح على خير. تركبوا نايمين اساسا. انا ياسر خلاص يدوب معايا. هو اصلا نايم. انا صحيين انا واستمر سنك. موضوع التايم زونز ده لازم نشوف له حل، ما ينفعش كده. نشوف حل. اعتقد ان عندنا التكنولوجيا يعني. انا قلت ساعه كمان تايم زون، فما بيننا وما بينكم 12 ساعه بالظبط. بالظبط. هو عندك دخل على 11. 10. لا يبقى 9 بقى. طب يبقى 11 يبقى 11 ساعه. يبقى 11 ساعه مش 12. عظيم. بس الديفلوبرز عامه بيسهروا يعني. احنا كائنات ليليه اغلبنا. الديفلوبرز بقى. الديفلوبرز بقى. زي ما احنا قلنا يعني ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الباكج مانجرز. باكج مانجرز حاجه الناس ابتدت الايام دي تركز عليها اكتر من زمان. في تكنولوجيز كتير دلوقتي بقت الطريقه المثلى فيها انك انت تريوز كومبوننتس او انك انت حتى تبلش كومبوننتس انت عاملها، هي انك تستخدم واحد من الباكج مانجرز الكومباتبل معاها. لو سمعت عن حاجه زي باور او حاجه زي ناجت او حاجه زي ابتجيت اللي هي ابتيتيود او اي حاجه من الحاجات دي، ده كل ده يندرج تحت ما هو باكج مانجر. هنتكلم بتفاصيل النهارده يعني ايه باكج اصلا، يعني عشان حتى نبتدي نتكلم صح يعني ايه باكج. حد كده عنده زي تعريف لوزاعي يعني ايه باكج؟ اعتقد ان يمكن باكج تبقى اي يونت قائمه بذاتها، ان هي تقدر ان انت بشكل مباشر تستخدمها او تعتمد عليها في 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 البرنامج اللي انت بتكتبه او في السوفت وير اللي انت بتكتبه. لان اعتقد يمكن هنشوف في الـ في الـ في الامثله ازاي ان فكره الباكج مانجرز ممكن ان تستخدمها في ان انت تكتب كود او حتى في السيستم بتاعك. يعني في مثلا في باكج مانجرز تقدر تقول عليها انها زي سوفت وير سنترز او اب ستور بشكل ما. فالمهم انها بصرف النظر عن الحاجه اللي هي بتعملها صغيره او كبيره، هي وحده قائمه بذاتها يعني. اعتقد هو ده الـ يعني التعريف اللي ممكن نستخدمه للباكج. مش عارف ايه رايكم. تمام. يعني هي الباكج من ناحيه الاند يوزر بتختلف شويه من ناحيه الديفلوبر. من ناحيه الاند يوزر هو محتاج في الاخر في فانكشناليتي عايزه تبقى شغاله، في جزء وراها عشان الفانكشناليتي تشتغل، في حاجات كتير لازم تتبني عليها. مجموعه الديبندنسز دي انا مش مهتم بيها، انا مهتم بال يعني مثلا انا عشان اشغل التلفزيون محتاج
الكابل بتاع الكهرباء ومحتاج الكوبس يبقى 220 فولت، محتاج ريموت كنترول. الحاجات دي كلها بتبقى ما باخدش بالي منها لان بحس انها جيفن. تمام. تمام. بس انا شايف كل الحكايه دي كلها في الاخر هو هو ده التلفزيون. تمام. فنفس الحكايه الباكج بتبقى موجوده، الباكج بيديني فانكشناليتي وبيظبط بقى كل الديبندنسز اللي انا محتاجها عشان في الاخر الحاجه اللي انا عايز اشتغل بيها دي تبقى تبقى موجوده. مظبوط. يعني بناء على assumption معين اللي هو ان انا مثلا نوع الكهرباء اللي عندي في البيت هي 220، طالما انا جبت التلفزيون ده هوت انا مش محتاج ان انا افكر هل الكابلات بتاعته جايه معايا، هل الريموت الكنترول بتاعه جاي معايا، هل دولت هيشتغلوا مع بعض ولا لا. انا لما بشتري تلفزيون مش بشتري بس الشاشه، انا بشتري ده هوت بكل الحاجات اللي جايه معايا بحيث ان هو يوصلني الى ان انا انفذ تاسك معينه منه. تمام. مجرد ان انا جبت البوكس والباكج بيبقى الكرتونه، فالكرتونه بالظبط. كل الباكج. تمام. انا عايز اشغل البراوزر، ما اخدش في بالي بقى ان في كمان انا عايز اوبن جي ال ريندرر عشان الويب جي ال، ولا مش البي دي اف الراسترايزر اللي هيشتغل. الحاجات دي كلها ما بتفرقش، انا عايز الويب براوزر. تمام. في الويب براوزر ده الكرتونه اللي انا خدتها دي الباكج. تحت الباكج دي بقى هتلاقي فيه ديبندنس كتيره كلها باخد جيفن ان انا خلاص ما دام جبت الكرتونه دي فيها كل الحاجات اللي انا محتاجها عشان اشغل الباكج دي بقت موجوده فيه. تمام. وهي كالعاده يعني باكج مانجرز او باكجز عامه بتبقى ميزتها ان هي علشان يعني ليها في اودينس كتير حواليها، بالذات لو باكج بوبيلر باكج يعني الناس بتستخدمها، فبتبقى يعني ويل تيستد وبتبقى فيها يعني اتعرضت لظروف كتير من الطرف في يعني انواع مختلفه من الابلكيشنز والستريس ومش عارف ايه. فالحاجات دي بتخليها اغلب الباجز اللي انت كنت ممكن تتعرض لها لو انت ابتديت تعمل حاجه زيها اتحل اغلبها يعني. فبتبقى كويسه از ستارتنج بوينت يعني انك انت تستخدمها بدل ما تقعد تبني الكلام ده كله بايدك، على الاقل قوم الابلكيشن بتاعك ككل، وبعد كده لو احتجت انك انت تغير واحده من الباكج تبقى بايدك مفيش حاجه تمنع، بس على الاقل انت عندك حاجه بروفن يعني في انها كويسه، وتقدر حتى تشوف ريفيوز حتى من باب انك انت تشوف ايه اليوز كيسز المختلفه اللي هي ممكن تديها لك اوريدي يعني. فالباكجز كفكره ممتازه، وكانت موجوده حتى من قبل وجود الباكج مانجرز، يعني اللي هي فكره انك انت تدور على لايبريز مثلا ولا بتاع طول عمرها موجوده، كنت ممكن تخش على ويب سايت بتاع لايبرري معينه وتخش داونلود اللايبرري وتستخدمها. ما كانش فيه يعني قوي المبدا بتاع الباكج مانجرز مش هو الهدف من، بالعكس هو الباكج مانجرز ظهرت علشان الباكج المانجرز تمانج الباكجز الموجوده في الدنيا اوريدي يعني. حاجات مثلا زي، والباكجز مش لازم تكون باينريز يعني، حاجات زي جي كويري مثلا تعتبر باكج يعني، اتس ا لايبرري ليها دوكيومنتيشن مثلا، ليها حاجات ليها ديبندنسيز او ما لهاش ديبندنسيز، او في حد بيديبند على الحاجات دي كلها كانفورميشن ممكن تحطها في باكج وتقول ان دي باكج يعني. فيمكن عشان نشرح الحته دي شويه يعني ايه الفرق ما بين انك انت تاخد لايبرري زي ما هي كده دي ال ال ولا جي اس فايل ولا اي حاجه ولا لايبرري فايل، وانك انت تقول عليه ان هو باكج. ايه الفرق الجوهري ما بين الاثنين؟ اللي انا شايفه كفرق جوهري ما بين الاثنين هو شويه ميتا داتا بتتحط مع الباكج. الباكج مش مجرد بس اللي هي اللي بنسميها الارتيفاكتس اللي هي الحاجات اللي انت بتوزعها، اللي هي زي دي ال ال او جافا سكريبت او فايل او اي حاجه من دي، ده الجزء الاكبر او الجزء الاهم، لكن في جزء معاها بيشرح هي فيها ايه، يعني بيشرح مثلا الباكج دي بتعتمد على الباكجز الفلانيه، فدي اللي بنسميها ديبندنسي. يعني مثلا علشان تستخدم الباكج اكس محتاج تنزل باكج واي وزد ومش عارف ايه، فهو ده بيقول الباكج مانجر، يعني الباكج مانجر علشان تستخدم الباكج دي الاول روح هات الباكجز الموجوده لو مش موجوده عند اللي بيحاول يستخدم، وكل باكج بتقول الباكجز محتاج عليها، فايفنشولي الباكج مانجر يقدر يجيب حاجه بيسموها ديبندنسي جراف، ان هو عشان يحسب بالظبط ايه اللي محتاجه علشان يجيب الباكجز دي. وكمان بتقول الفيرجن بتاعت الباكج، الباكج دي رقم كام، او اللايبرري جوه فيرجن رقم كام، 1 2 3 ونص بيتا مش عارف ايه كل الكلام ده، لان في ساعات الديبندنس بتبقى مش بس معتمده على وجود باكج معينه، وجود باكج بفيرجن معينه او اعلى.
او ساعات بيبقى فيه بريكنج باك يعني فيرجنز، مثلا ممكن تقول انا معتمد على الباكجز اللي هي فيرجن 1 لحد فيرجن 2، بعد كده انا ما اقدرش اضمن. فالباكج مانجر يقدر يعرضه يحدد بالظبط ايه اللي ممكن يجيبه بيزد على الليميتيشنز دي. في برضه لايسنس انفورميشن، هل الباكج دي اوبن سورس، ايه اللايسنس عليها، اللي هي ام اي تي، هل هي مش عارف جي بي ال، ال جي بي ال، كل انواع الليميتيشنز دي. في حاجات طبعا كتير بتبقى جوه الميتا داتا، يعني ساعات في باكجز بتوصل لانها بتبقى ميتا داتا من ضمنها الانستليشن ستيبس، انك انت في سكريبت مثلا عشان ينزل الباكج دي عندك في الماشين. لو انت بتتكلم ان دي باكج مش مثلا بتستخدمها في كود، انت بتستخدمها مثلا بتسطب بيها ماي سيكول مثلا، زي ابتيتيود باكجز مثلا، لو تقول مثلا اي بي تي جيت انستول ماي سيكول، طب ماي سيكول ده هيجيبه هيعمل بيه ايه؟ في من ضمن الحاجات اللي جوه الباكجز زي انستول ماي سيكول مثلا على الماشين. فالحاجات دي بتبقى كلها جزء من الباكج. فده اللي بيفرقها بس عن انها مجرد لايبرري او مجرد اكسكيوتابل عندك في الماشين، هو ايه الفرق. الباكج فيه شويه حاجات زياده معاها يعني. طيب كان زي بالظبط الفرق بين ان انت تشتري لابتوب او ديسكتوب في كرتونته، او ان انت بتجيب كمبيوتر وتجمع، بقى تجيب الكومبوننتس وتجمع. تمام، فلما تجيب الكومبوننتس وتجمع ممكن تجيب كل حاجه وبعد كده تنسى المفك، او تبقى جايب المسامير مش متظبطه مع او جايب الكيس وبعد كده الكارت بتاع الشاشه فكان اكبر من الكيس فمش راضي، فتبقى في مشاكل كتير لو انت حاولت تجمع كل الباكج بتاعتك الكومبوننتس تمام بتاعت السيستم بايدك. انما في ناحيه الباكج مانجر لا، بيدي لك نفس الاكسبيرينس ان انت بتاخد حاجة بكرتونتها متظبطة وكل ديبندنس هيحصل لها هاندلنج وفي الآخر بتجيلك الحاجة شغالة ومن غير أي مشاكل. لأن تملي يمكن واحد من أكتر المشاكل اللي بتحصل هي إن الـ version numbers بتاعت الـ dependencies. باكجز كتيره بتبقى سنسيتيف للفيرجن نمبرز بتاعت الديبندنسز، خصوصا لما بيكون في ديبندنسز كتيره وممكن بس تغيير في واحد منهم مش بيأثر على الباكج الأصلية قد ما هو بيأثر على ديبندسي تانية، الاثنين دولت مش بيلعبوا كويس مع بعض، فده اللي بي 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 ممكن ان هو يأثر على البرفورمانس بتاع الباكج بتاعتك. لكن وكمان الجزئية بتاعت انهم كلهم مع بعضهم كده هو في نوع من انواع الـ يعني الجارانتي ان دولت بيشتغلوا كويس مع بعض، ان الناس كلها لما بتستخدم الباكج دي هيت بتجربها في انفايرمنتس مختلفة في سيناريوز مختلفة بتلاقي فيها باجز والباجز دي هيت بتتحل. فانت بتبني على مش بس ان واحد اخد المجهود ان هو يحط الحاجات دي هيت كلها مع بعضيها، لكن كمان بتبني على مجهود الناس دي هيت كلها انها اختبرت دهوت وانها تأكد ان شغال كويس وهكذا. وعندك برضو حتتنا هل هي 32 بت ولا 64 بت بتشتغل على اني اوبريتنج سيستم فيرجن. لو بتتكلم على الاوبريتنج سيستم، لو بتتكلم مثلا في الديفلوبمنت، لو تعمل بروجكت مثلا دوت نت 4.5 تمام، والحاجه ديت موجوده بس الفيرجن اعلى، او انت بتشتغل على وين ار تي فلا الحكايه دي مش كومباتبل مع وين ار تي، حاجات كلها الباكج مانجر المفروض بس احنا كنا بنشرح الباكج مانجرز لسه بنتكلم على الباكج. هو عامة يعني الباكج مانجرز هي الفكرة بس كلها ان هي زي تقدر تقول ان هي بتتقسم لجزئين، يعني في جزء اللي هو السيرفر نفسه اللي هو اللي بيبقى عليه، يا اما بيبقى هو شخصيا عليه الباكجز يعني هو هوستنج الباكجز كمان نفسها، او بيلينك الهوستنج سيرفرز تانية عليها الباكجز يعني، بس يعني هو من الاخر عارف هي فين. اوكي، ويبقى عنده زي دايركتري كده او زي كاتالوج بالظبط، كاتالوج عارف اسم الباكج ايه والفيرجن بتاعتها ايه وهي فين. انت بتروح تقول لي يا عم الباكج مانجر انا بدور مثلا على جي كويري يو اي مثلا فيرجن 1.5، هو هيقول لك اذا كان عنده حاجه اسمها كده بالمنظر ده ولا لا، ولو عنده هيقول لك خد يا عم دي داونلود لينك اهي. اوكي،
الميزه في الموضوع ده بس ان هو مش بس يعني انت مش بتخش عليه كيوزر، انت انت بيبقى عندك كوماند، فبيبقى في جزء من الموضوع ده بيبقى عندك كوماند، عندك كلاينت بيس جوه الماشين بتاعتك، اللي هو سواء انت لو بتستخدم مثلا لينكس مثلا عندك ابتيتيود مثلا، بتخش اللي هو apt-get install وتديله اسم الباكج، الكلاينت هيكلم السيرفر ويجيب لك الباكجز يسطبها عندك في المكنه او وات ايفر اللي المفروض يحصل، ويبقى خلصك الموضوع. عايز تان انستول نفس الحكايه، كوماند تاني تان انستول، فهو بيبقى دايما ايه تو بيسز كده، كلاينت بيس وسيرفر بيس. الميزه كمان ان هو مش بس لو انت عارف بالظبط انت عايز ايه، ساعات بتبقى عايز تسيرش، فتبقى مثلا بدور على لايبرري بتعمل مثلا انيميشن، اوكي، فبخش سيرش عن حاجه علاقه بالانيميشن، لان هو اغلب اللايبرريز بيبقى معاها شويه ديسكريبشن ومعاها شويه ميتا داتا وتاجز عن الحاجه دي بتعمل ايه، فيطلع لك ريزلتس. ادي يا عم اللي عندي بيقول ان بينفع في انيميشن، انت ممكن بقى تعمل يور اون ريسيرش وتشوف مين فيهم تنفع. بلس في جزء اللي احنا لسه قلناه من شويه اللي هو ريزولفنج ديبندنسي، انت لما تيجي تقول انا عايز ديبلوي او عايز انستول لايبرري معينه، انت ممكن تبقاش عارف اصلا هي محتاجه ايه. اللي احنا كنا بنسميه زمان واحنا قبل الكلام ده كنا بنسميه دي ال ال هيل في الويندوز، اللي هو انت نزلت دي ال ال طلعت دي ال ال دي لها فيرجن ثانيه، طب ليها ديبندنس على فيرجن معين، تنزل دي ال ال ليها ديبندنس، يطلع ليها اربعه خمسه كمان، كل واحده منهم كومباتبل مع فيرجنز مش كومباتبل مع فيرجنز ثانيه، فتقعد بقى تنزل دي تضرب تنزل دي تضرب، فده اللي كنا بنسميه دي ال ال هيل زمان. وبعد ما تظبط كل حاجه تلاقي حد ينزل حاجه ثانيه دمرت كل اللي فات. فالريزولفنج ديبندنسي ده زي ما قلنا ان هو عشان كل باكج بيبقى فيها ميتا داتا بتقول مثلا هي كومباتبل مع انهي فيرجنز ومحتاجه انهي ديبندنسيز ومش عارف ايه، فهو بيزد على تطلبه هو بيروح يريزولف الديبندنسي دي وينزل لك كل حاجه مره واحده. فانت لو لاحظت مثلا لما تيجي تستخدم ابتيتيود مثلا وتقول مثلا عايز انستول مثلا اباتشي سيرفر ولا حاجه، هتلاقيه ما نزلش بس اباتشي، نزل مثلا 10000 حاجه كمان معاهم هو نازل عشان يتاكد ان كل حاجه زي ما هي. هو مش بينزلها كمان عنياني، الكلاينت بيس اللي عندك على المكنه بتتاكد ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك. فبتبقى مثلا انا لقيت ان انا اوريدي عندي مثلا الكومبوننت فور نيم مش هنزل من غير سبب يعني. او ممكن كمان من ضمن المميزات اللي موجوده في الباكج مانجرز انك انت ممكن تقول له انا جاهز ان انا ابجريد الباكجز اللي عندي او باكج معين عايز اعملها ابجريد، فيروح يشوف اذا كانت الباكج دي ليها فيكسز او باكجز احدث او حاجه ويعمل لها ابجريد. فالحاجات دي كلها بقت اسهل من انك انت كنت كل ما تفتكر انا هروح ابص شوف جي كيو نزلوا فيرجن جديده ولا لا، اروح ابص اذا كانوا نزلوا فيرجن جديده ولا لا. بيبقى الموضوع سيستماتيك، بالعكس انت ممكن تعمله على بقى يعني لو انت عندك مثلا سيرفر فورم فيها مثلا 1000 مكنه، مش تقعد تدور على واحده تعمل مكن، انت بتقول للباكج مانجرز ابديت المكن بتاعك كله ثرو باكج مانجرز، فده بيسهل الاوتوميشن وبيسهل المانجمنت بتاع الماشين. فالباكج مانجرز تعتبر من الحاجات اللي هي زي مايلستون كده في تاريخ السوفت وير، ان هي اول ما ابتدت تظهر الحاجات كتير ابتدت تتحسن طريقه استخدامها وبقت مور ستريم لايند عن الاول يعني. طيب في حد تاني عايز يقول حاجه عليها علاقه عن باكج مانجرز او في جزئيه مثلا احنا فوتناها؟ اعتقد ان الحاجه بسبب انها مفيده جدا، اعتقد ان الناس ابتدت ان هي خلاص يعني تتوقع. لو انا النهارده قدامي اختيار ما بين حاجتين، ما بين اتنين باكجز، واحده موجوده على باكج مانجر والتانيه مش موجوده، يعني لو مفيش سبب قوي قوي يعني خليني اختار اللي هي مش موجوده على الباكج مانجر، انا هختار اللي موجوده على الباكج مانجر، لان ده يسهل عليا الدنيا، مش بس ان انا دلوقتي في اللحظه اللي انا فيها دي هي هكتب كوماند واحد وكل حاجه هتبقى انستولد، لكن كمان ان في المستقبل كل الابديتس وكل اي مشاكل ممكن تيجي بسبب ان انا مش بستخدم باكج مانجر هتتحل. ف يعني لو انا بعمل الباكج النهارده، من ضمن الحاجات اللي انا لازم اعملها هو ان انا اكون متاكد ان الباكج دي هيت موجوده على الباكج مانجرز اللي ريليفنت للباكج اللي انا بعملها دي، علشان يبقى ليها ديستريبيوشن احسن، تبقى الناس تستخدمها بشكل افضل وهكذا. هي تحس انها بقت عامله زي الاب ستورز بالنسبه للابلكيشن. ايوه يعني هي نفس الفكره، انك انت بدل لما تعمل ابلكيشن عايز تنزله على الموبايل اب بتحطه على الاب ستور بتاع البلاتفورم ده، بس حكايه لما تعمل لايبرري عايز حد يستخدمها
فبتروح تحطها على الباكج مانجرز الريليفنت للتكنولوجي دي. يعني لو عامل حاجه على دوت نت تحطها مثلا على ناجت، عامل حاجه على بايثون تحطها على بيب وهكذا. فده بيسهل الديستريبيوشن، وده بقت كمان حاجه الناس بقت متوقعه ما تعمل حاجه على الباكج مانجر بتبقى على حد ما حد بص عليها، يعني من ناحيه ان هي في ريفيوز ممكن تخش تقرا ريفيوز عليها، ممكن تخش تقرا تشوف باج فيكسز، ناس بتشتكي من حاجه. فده بيديك برضو بدل ما تبقى انت اول واحد او ما عندكش اي فكره حد استخدم حاجه دي قبل كده ولا. فده شيء كويس يعني. تمام. يعني لا هي يعني بالعكس الباكج مانجرز هي الجد بتاع الاب ستورز. مانجرز كانت موجوده قبليهم، ان في حاجه سنترال كده فيها انت عايز تجيب انكسكيب على اللينكس، خلاص ابت جيت انكسكيب من غير ما تدور على اي حاجه. تمام، ما دام انت عارف اسم الابلكيشن احتماليه كبيره جدا ان انت مجرد انت عملت ابت جيت واديت اسم الابلكيشن هينزل من غير اي مشاكل. تمام. اعتقد ان احنا يعني غطينا قوي فكره الباكج مانجر او ايه وليه محتاجين اصلا باكج مانجر. يعني يمكن من ابسط الامثله اللي احنا قلناها قبل كده احنا قاعدين هي موضوع الدي ال ال هل ده انك فكر هي مش من فكره الدي ال ال في حد ذاتها، هي فكره الديبندنسي. يعني الديبندنسي هي اللي ممكن تجنرالايز البروبلم بالمعنى ده. فالباكج مانجر من الحاجات اللي بتسهل عليك الموضوع ده. في جزء تاني كمان وده بيبقى يمكن ليه علاقه بال بيتقسم نصين والنصين الى حد ما مرتبطين. فكره انك انت لو سواء بتستخدم باكج مانجر على public packages يعني حاجات موجوده اوريدي على الانترنت، يعني بتستخدم مثلا libraries well known حاجات زي open gl ولا دايركت اكس ولا مش درسين مش دايركت اكس قصدي ولا اسمه ايه ده jQuery ولا ايه libraries اللي انت بتستخدمها كل يوم اللي هي المعروفه يعني. او لو بتستخدم الباكج مانجر جوه الاورجانيزيشن بتاعتك، اغلب الباكج مانجرز يو كان run them inside your organization يعني بي distributed packages جوه الorganization بتاعتك بس. فده بيبقى مفيد احيانا لو انت عندك شركه كبيره، لو انت مثلا في شركه كبيره الشركه دي ليها libraries هي اللي بنياها فعايزه برضو تكنترول الفيرجنز اللي موجوده عند الناس من غير ما يبقى في مثلا حد كده عنده دي اللي ما حدش عارف هي جابها منين بس هي واحده من الفيرجنز القديمه اللي كانوا بيستخدموها، فطبعا دي بتعمل مشاكل في المستقبل. فبيبقوا عايزين يعملوا الموضوع ده، فده برضو بيساعدك انك انت جوه الاورجانيزيشن انك انت حتى لو عندك حتى لو مش ناوي تنشر الباكج دي بره الاورجانيزيشن، مش عايز تخلي حاجه فيري سبيسيفيك ليك انت يعني حاجه بتمانج البيزنس لوجر بتاعك وات ايفر، يو ستيل كان ميك يوز من الباكج مانجرز. الفايده اللي بتعود عليك في الحالتين انك انت بتقلل حجم الكود بيزز بتاعتك. بمعنى ايه؟ انك انت النهارده ممكن يكون انت شغال في سيستم كبير، السيستم ده مثلا في لو هنقيسها على مثلا على الفيجوال ستوديو سوليوشنز اللي بتبقى ممكن تلاقي السوليوشن بتاعك مثلا فيه بتاع 20 بروجكت جواه، انت اغلب الوقت بتتاتش واحد او اثنين منهم يعني، الباقيين كلهم بالنسبه لك مجرد ديبندنسيز انت بتشيرهم مع ناس ثانيه. بالعكس انت لو غيرت فيهم ممكن تعمل مشاكل قوي يعني، انك ممكن ما تبقاش عارف مين ثاني معتمد عليهم او كذا. فانت بتبقى اغلب الوقت بتحاول انك انت كيبن يور سيلف ان يور سكوب يعني في الجزء بتاعك. بس في نفس الوقت لما تيجي تبيلد كل مره بتبيلد الحبه دول معاك وانت بتبيلد، انت مش عارف بتبيلدهم ليه بس انت بتبيلدهم وخلاص عشان هم جزء من الديبندنسيز بتاعتك. لكن لو كانت الديبندنسز دي اللي انت اصلا ريرلي بتغيرها عباره عن باكجز والباكجز دي ببلشت اوريدي بيلت، يعني هي انت بتداونلودها من الباكج مانجر كباينريز، هيبقى البيلد تايم بتاعك ليس يعني واي ليس عن اللي انت كنت فيه. يعني مثلا بدل ما بتبيلد السوليوشن بتاعك كله مثلا في 5 6 دقائق انت بتبيلد مثلا في 30 ثانيه، لانك انت بتبيلد مثلا التو بروجكتس انت بتبيلدهم بس. فده بيقلل بيزود البرودكتيفيتي بتاعتك جدا، على الاقل البيلد تايمز ما بقتش زي الاول. حاجات بسيطة برضو زي انك انت في حد غير فيرجن في حاجة شيرد بس انت غيرها بس ممكن تعمل لك مشاكل دلوقتي لو ما لحقتش تهندلها. الباكج مانجرز ممكن تقول له انا عايز امنتين الديبندنس بتاعتي على فيرجن معينة، حتى لو حد زود حاجة بعد كده مش انا مش مستعد ليها لسه، I can still get the version مثلا 1.2 اللي انا متأكد ان الحاجة بتاعتي شغالة معاها. لو حد عمل 1.3 وطلع فيها انها مشكلة او لسه مش تست معاها، I can still keep 1.2 الديبندنس بتاعتي عليها، ولما ابقى جاهز ابقى اقول الباكج مانجر بالنسبه لنا يعني او للكلاينت بتاعي بالنسبه لنا يبقى ابجريد ال 1.3. فده بيديك البافر زون دي اللي انت انا مش عايز لو حد غير حاجه في الشيرد كود فجاه الناس كلها ضربت، لا يديك كل واحد وقته ان هو ياخد وقته ان هو يقدر يابجريد لما يبقى جاهز، او لو انا جاهز دلوقتي خلاص ابجريد وخلاص مش مشكله يعني. فده بيديك الفلكسبيليتي بالمنظر ده.
طبعا ده بيجي بشويه كوست، انا محتاج شويه انفراستراكشر، يعني محتاج برضو يبقى في حد بيمنتين السيرفر بتاع الباكجز ده، محتاج انك انت تبقى وانت بتبيلد اللايبريز تبقى بتبيلدها وذ باكج ان مايند، يعني انت بتبني الميتا داتا بتاعتك والكلام ده. بس اتس انفستمنت يعني فيري ورث ات، يعني انك انت لو عملته حاجه مفيده جدا، وبالعكس انت ممكن مع الوقت لو عندك باكجز محترمه جوه الشركه ممكن تبلشهم مع الوقت، يعني تبقى حاجه بابليك والناس كلها تستخدمها. بس يعني انا حبيت اذكر النقطه دي علشان بس ما يبقاش حد متخيل ان دي حاجه بس ليها علاقه بالباكجز اللي بره الاورجانيزيشن. انت يو كان ستيل هاف باكجز انسايد يور اورجانيزيشن وتستخدم حاجات مثلا زي ناجت مثلا، يو كان ايزلي كونفيجر ناجت سيرفر ان هو يستخدم او سوري ناجت كلاينت انه يستخدم فيد جاي من انسايد الاورجانيزيشن بتاعك، فيد اللي هو بيبقى زي اكس ام ال فايل كده او حاجه بتشرح الباكجز اللي موجوده افيلبل ايه والفيرجنز بتاعتها وتجيبها منين، فمش محتاج انك انت تبقى اصلا موصله حتى بالناجت دوت اورج سيرفر اللي هو شغال عليه، انت ممكن تستخدم عليها من جوه الاورجانيزيشن. فده شيء بيبقى لطيف يعني لو انتوا شركه كبيره الى حد ما وعندكم شويه لايبرز عايزين تستخدموها. فدي يمكن نقطه حبيت ازودها، يمكن حد يحس انها مفيده بالنسبه للسيناريو بتاعه. هي الميزه هنا هو انك بتستخدم نفس الكوماند لاين اللي انت متعود عليه. يعني انت كنت بتستخدم نوجت مع nuget.org، برضه هتفضل تستخدم نفس النوجت اور كوماندز مع الريبو او زي ما قلنا نستخدم يعني الكلمه اللي استخدمناها قبل كده الكتالوج بتاع الاورجانيزيشن بتاعتك. فهو ده اللي بيحصل لما انت بتسيت اب الكتالوج دهوت او بتسيت اب الستور دهوت، بيبقى بتضيف ستور تاني زائد الستور بتاع nuget.org، ولما بتدور باسم بتدور على الاسم بتاع الباكج بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتك هو بتشوفها كانها بصرف النظر عن هي جايه من اني سورس، بتفضل برضو كانك ضفت قائمه جديده للقائمه اللي موجوده على nuget.org. الكلام ده هو مش بس للنيوجيت، الكلام ده هو لباكج مانجرز كتيره، مثلا ان بي ام في حاجه اسمها ان بي ام انتربرايز، ده برضو بيخليك ان انت تعمل نفس الفكره دي علشان تستخدم البرايفت باكجز بتاعت الاورجانيزيشنز بتاعتك. واعتقد يعني انا ما عنديش مثال دلوقتي، لكن اعتقد ان في باكج مانجر بيتسبورت ان يبقى فيه لوجن، ان مش اي حد يعني حتى لو انت جبت اليو ار ال بتاع الباكج مانجر دهوت او كنت جوه النتورك مثلا بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتك، برضو ما تقدرش ان انت تجيب الباكج دهيت غير لما تعمل لوجن الاول. بس يعني حد يعرف مثال على دهوت؟ كنت عامل ميوت بقول انا ما قابلتهاش انا مش عارف. اعتقد في الكونتكست بتاعت انتربرايزز اكبر شويه، بس يعني اعتقد محتاجه تبقى في ديفلوبمنت تيم كبير وفي ريسورسز بقى محتاجه في سم فورم اوف رولز علشان بحس يعني يكنترول مين اللي يقدر ان هو يبقى ليه بيرميشن على ان هو يدخل على الباكج ديت او لا. تمام بالظبط. فدي ما بتهاش في الاوبن اوبن دومين باكج مانجر، يعني هي الاوبن دومين باكج مانجر متوجهه ناحيه ان انت هدفها الاساسي انها توصل لك الباكج كل الديبندنس بتاعتها بالكونتكست المناسب ليك. تمام. بس حابب بقى ان يبقى فيه كريدنشلز ونبقى فيه بقى رايتس حقوق كل واحد وفي رولز ما قابلتهاش في الباكج مانجرز اللي انا بشتغل بيها. تمام. حاجه ثانيه من الحاجات اللي هي ليها علاقه زي ما تقول بال
security الجزئيه بتاعت ان انا ازاي اتاكد ان الباكج اللي انا عملت لها داونلود هي دي الباكج اللي انا طلبتها. في باكج مانجرز بتسبورت ديجيتال سيجنتشر للباكج دي هيت. في باكج مانجرز بتستخدم MD5 او التشيكسم علشان اتاكد ان الباكج مانجر اللي انا عملت لها داونلود هي دي اللي انا طلبتها. انا بقرا المعلومه بتبقى معلومه بابليك من ويب سايت معين وبرفورم تشيكسم على الباكج بعد ما يحصل لها داونلود عشان اتاكد ان ما كانش في اي انتربشن ليها في النص. الكلام ده هو كله مع باكج مانجرز مختلفه بيجي بشكل اوتوماتيك، مش محتاج ان انا اعمل حاجه. هو بيفيريفاي ان الداونلود تم وتم مظبوط وهو دي الحاجه اللي انا طلبتها. بس يعني ده مش في كل حاجه، يعني مش في كل الباكج مانجرز ومش لكل الباكجز، وفي اغلب الاحيان يعني بالنسبه كبيره قوي بتبقى حاجه اوبشنال، لكن ممكن يعني تقابلها فتبقى موجوده. يعني هي عامة بتبقى أغلب الباكجز اللي طالعة من شركات، مثلا يعني مثلا لو أوراكل مثلا ولا مايكروسوفت ولا جوجل عاملين باكجز غالبا بتبقى سايند، لأن هي بتبقى برضه بيبقى في وشهم، يعني لو حد خد الباكج بتاعتهم وفرج أي حاجة فيها وغير فيها حاجة وببلش باسمهم تبقى مشكلة يعني. لكن هو في الآخر أغلب الباكجز اللي هي بتبقى أي حد مطلعها كده طبعا بتبقى أغلب الوقت بتبقى مش سايند، بس بيبقى أغلب الوقت برضه بتبقى أوبن سورس، يعني بيبقى صعب إن تلاقي حد حاطط باكج كده في الشارع أنت نفسك مش هتراستها قوي، حاطط دي اللي هي كده وسايبها محدش هيستخدمها يعني. لكن لو أغلب لو اللي أو ليها سورس مثلا أو ليها جيت هاب أكونت مثلا عليه ريجولار بيلدز وبتاع، بتقدر على الأقل تبقى في شوية ثقة ما بين تقدر إنك أنت تثق في الحاجة دي يعني. طيب نحب برضه نقول يعني مش كل برضه الدنيا مش مشرقه 100% يعني في موضوع الباكج مانجر، بيبقى فيه دايما ايه زي بروز وكونز كده او زي مميزات وعيوب لكل حاجه. طبعا مميزات الحاجه يعني زي احنا بنتكلم فيها طول الوقت اللي هي ان الباكج مانجر باكجز عامه بتخليك تقدر تبريك الكود بتاعك للكومبوننتس اصغر، والكومبوننتس دي في حد ذاتها تقدر تعتبر ان هي كل باكج منها ممكن تبلش حتى ممكن تستخدمها، فبتساعد الريوز وتساعد الموديلاريتي بتاعت السيستم. برضو موضوع البيلد تايم اللي احنا قلناه، لو انت بتعتمد على باكجز اوريدي بري بيلد بيبقى الموضوع بيسهل عليك البيلد، بتقعد تبيلد الكود ده كله من اول لاخر. وفكره الدايركتري بتخليك تلاقي يعني انت يكون عندك دايركتري من الباكجز انك انت تدور على حاجه انت ساعات مش عارف اسمها ايه بس ممكن توصل لها يعني انك انت تسيرش عليها. وطبعا الديبندنسي ريزولوشن اللي احنا قلناه برضو بتاع manage dependencies. لكن لما تيجي تدور في موضوع الباكج بقى شويه هتلاقي فيه too many package managers، وكل package manager بيليه package format معين. فاحيانا لو انت عندك package والpackage manager دي بتفول under so many package managers، يعني مش مثلا specific technology معينه، انت مثلا بتعمل حاجه زي component مثلا اي حاجه tool مثلا ولا حاجه اللي هي بترن على الاوبريتنج سيستم، هي مش مثلا لايبرري ولا اي حاجه بترن. فتلاقي مثلا عندك لو عايز خليها تشتغل على لينكس هتقعد بس تدور على ابتيتيود، وكان عندك يام، وبعد كده عندك مش عارف حاجات تانية في حاجات اوبسكيور شويه محدش يسمع عنها قوي، حتى لو هتنزلها على ويندوز مثلا هو في مثلا تشوكليتي ده مثلا في كام حاجه. فتلاقي مثلا كل واحد من دول محتاج طريقه مختلفه في الباكجينج، محتاج طريقه مختلفه في انك انت تبلش اللايبرري بتاعتك او التول او وات ايفر. ساعات بيبقى تيديوس يعني، ساعات يعني انك انت بس تعرف تحط الحاجه فين في المكان، يعني تحط الباكج بتاعتك فين بيكون يعني خنيق شويه. غير برضو لو انت من ناحيه المستخدم، يعني لو انا عشان انا حصل مني واحد يعني في مثلا عشرات الباكج مانجرز وكل واحد منهم في مجموعه من الباكجز ومفيش الباقي، ساعات تلاقي نفسك اتحطيت في سيتويشن انا بستخدم باكج مانجر عشان اجيب مثلا شويه لايبرز، بس في باكجز لايبرز انا محتاجها مش موجوده على دفع موجوده على واحد تاني. الناس بتستخدم ويب مثلا عندهم الموضوع ده كتير، يعني تلاقي مثلا بيستخدموا مثلا NPM بيجيبوا منه شويه لايبرز، تلاقي مثلا بيستخدموا حاجات تانيه سيرفر كومبوننتس مثلا. الاسبوع ده هوت انا كنت بعمل ويب سايت كده هوت صغير او يعني هي صفحه واحده،
يعني انا بامانه مش عارف فين ابطل استخدم ام بي ام وابتدي استخدم باور. يعني باور بيقول ان انا الباكج مانجر بتاع الفرونت اند لايبرريز. طب انا كل الفرونت اند لايبرريز انا الاقيها على ان بي ام، ف ده موقف اللي هو طب انا استخدم ده ولا ده. فده مثال على اللي انت كنت بتقوله محمد، او مثال على الحوسه دي، تحس انك انت محتاس انا اخش انا اخد ده ولا اخد ده، لدرجه ان بقى في دايركتوريز بتقول الباكج مانجرز. يعني وصلنا ليفلز اعلى. وصلنا الليفل ان احنا بقينا في الباكج مانجرز. بس لان هو في الاخر يعني كالعادة هو دايما لما الدنيا بتعقد قوي تلاقي حد بيحاول يصلح التعقيد ان هو يقدم لاير ابستراكشن مختلفه. بس طبعا مش ده اللي اغلب الوقت، يعني هو يعني تقدر تقول ان اغلب في اغلب الوقت انت بتبقى عارف على الاقل وان باكج مانجر هتحتاجه في الاول. يعني مثلا لو انت شغال بايثون اغلب الوقت هتستخدم بيب او اللي هو البي اي بي عشان تجيب الباكج بتاعت بايثون بتاعتك. ممكن وانت بتشتغل مثلا كتبت حته يو اي مثلا او حته ويب، فتلاقي نفسك انك انت اضطريت تستخدم ان بي ام او استخدمت باور او استخدمت حاجه بالمنظر ده عشان تجيب ايه الجافا سكريبت لايبرز او الحاجات اللي هي مش هتلاقيها غالبا موجوده على بيب يعني. وهكذا لو انت مثلا نزلت تعمل حاجه تانية على الاوبريت سيستم ليفل يعني مثلا هتلاقي نفسك محتاج تعمل ابت جيت مثلا. فتلاقي في اغلب السيستمز على مراحل مختلفه في السيستم، كل مرحله في باكج مانجر بيخدم المرحله دي. وطبعا صعب انت حتى تحاول تتخيل ان في وان باكج مانجر في كل حاجه، صعب لان اغلب الدليفري نفسه كسيستم بيبقى مناسب لحاجه باي ديفينيشن مش هيناسب حاجه ثانيه. وهتلاقي في انواع مختلفه من السيستمز مش هتمشي مع اللي انت بتعمله ده يعني. فده برضو يعني مش يعني هي 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 مش حاجه لطيفه يعني، هي تعتبر disadvantage بس في نفس الوقت مش مؤثره بالمنظر ده. يعني مش حاجه هتخليك تبطل تستخدم الباكج مانجرز، بالعكس انت لو حاولت ترجع تاني لعدم استخدام الباكج مانجرز هتعرف ليه الناس عملت الباكج مانجرز، لان انك انت تلاقي لايبرري اصلا وانك انت تلاقي الفيرجنز الصح اللي انت محتاجها وكيف ايه، دي مشكله اكبر بكتير من مشكله انك انت تلاقي اني باكج مانجر يعني. فكالعاده يعني هي مجرد disadvantage بس مش بالسوق ده يعني. طيب حد تاني عنده اي اضافه او عنده اي حاجه يحب يقولها ك disadvantage او كحاجه كده unfortunate في موضوع package managers يعني؟ هو طبعا يمكن للناس اللي هي مش متعوده على الكوماند لاين دي بتبقى ممكن بتبقى مشكله في الاول. بس هو يعني استخدام الباكج مانجر بشكل اساسي من الكوماند لاين مش هدفه ان الناس اللي عملته مثلا بتفضل الكوماند لاين على حاجه تانية، لكن لان الكوماند بتاعته بسيطه جدا. يعني خد السطر ده هوت، رن السطر ده هوت اللي هو بيبقى غالبا اسم الباكج مانجر، الاكشن اللي انت عايز تعمله انستول او ان انستول او ابديت، واسم الباكج اللي عايز تجيبها. بسبب ان الموضوع بسيط كده هوت في اغلب الاحيان بيبقى 3 كلمات بالظبط، علشان كده هوت الكوماند لاين فيت للعمليه دي. طبعا في بقى تفاصيل شويه لما بتدخل في الموضوع بتلاقي ان في شويه تفاصيل لازم تخلي بالك منها. هل انت عايز تنستول الباكج ديت لوكالي ولا عايز تنستول الباكج ديت جلوبالي؟ احيانا في باكج مانجرز ده هو بيفرق معاها لوكالي يعني في الفولدر اللي انا موجود فيه دلوقتي، جلوبالي يعني على مستوى السيستم اي فولدر يقدر ان هو يبقى ليه اكسس للباكج دي هيت. في باكج مانجرز ثانيه ده مش بيأثر لان انا بانستول الابلكيشن مثلا، فانا لما بستخدم ابتيتيود مثلا او شوكليتي ما فيش لوكالي وجلوبالي، هو كله جلوبالي على مستوى الماشين كلها. ف سبب استخدام الكوماند لاين ان هو اصلا سهل. لكن حتى لو ده مش سهل كفايه بالنسبه لي وانا محتاج ان انا يبقى ليا استخدم جي او اي، في جي او ايز كتيره بتربط ما بين الكتالوج اللي موجود على الويب سايت اوكي والكوماند لاين اللي موجود على الماشين نفسها. فمثلا الابتيتيود هتلاقي فيه اسمه سين ابتك
لتشوكلتي في تشوكلتي يو اي. في يعني لكل باكج مانجر هتلاقي فيه على الاقل محاوله حد بنى يو اي تقدر ان انت تستخدمها. زي ناجت مثلا جوه فيجوال ستوديو، هتلاقي ان جوه فيجوال ستوديو ممكن تشوف ناجت بس انا ويندو، يعني انا دايلوج لو كده بتختار بتدور على اللي انت عايزه وتنستول كل حاجه جوه فيجوال ستوديو. بس في الاخير هو اصلا عباره عن بياخد اللي انت بتقوله ده بيكسكيوت الكوماند لاين بيهايند ذا سين. بس لو تقدر تتعلم الكوماند لاين، لا يبقى الكوماند لاين احسن بكتير، لان زي ما انت قلت بسيط وفي نفس الوقت اسرع كتير قوي. بالظبط. انت لو فتحت اي باكج مانجر يو اي، اول حاجه هيعملها ايه؟ هيحاول يطلع لك حاجه في اليو اي، يعني هيخش يلود حاجه اساسا. فعشان يلود حاجه هيروح يقرا مع النتورك الاول مثلا، يشوف شويه باكج حلوه كده يطلعها لك، او مثلا يشوف انت عندك ايه عشان يطلعه لك. ده بياخد وقت يعني. لكن لو انت جوه الكوماند بتقول انستول حاجه وخلاص الراجل يجيب لك انت عايزه، او انستول حاجه وخلاص، اللي هو مش هتاخد منك دقيقتين ولا حتى ثانيتين يعني. الموضوع مش الدرجات دي يعني. ومعظم الكوماند لاين بقى فيها اوتو كومبليت. الاوتو كومبليت هيبقى اسرع كتير قوي من ان انت تخش وتبعت ويشوف يجيب لك الايكونز ويطلع كذا حاجه، بقى ابطا بكتير قوي. الكوماند لاين بيخلص يعني. وكمان غير ان هو بيساعد انك انت اوتوميت الموضوع، يعني مثلا وجود الباك، يعني مثلا اغلب الوقت لما بتخش مثلا تداونلود او تكلون كود بيز مثلا موجوده من على جيت هاب مثلا، بالذات في حاجات الويب مثلا، بتلاقي اول حاجه انت بتعملها مثلا ايه، بتقول مثلا سي ان بي ام انستول، وبعد كده وراها باور انستول، بيجيب لك كل الديبندنسز اللي لها علاقه بالمشروع بتاعك وخلاص بتبتدي تشتغل. فطبعا التو كوماندز دول عشان يشتغلوا كل حاجه من بيهايند ذا سينز بيروح يرن كميه كوماندز، يقرا الباكجز اللي انت بتستخدمها ايه، ويقرا اللي انت محتاجه ايه، ويروح يداونلوده لك وخلاص. انت ممكن تكون نزلت الكود نفسه مثلا ما خدش لان الكود ما فيهوش اي باينريز جواه، او ما فيهوش اي يعني ما فيش اي دي ال الز او 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 لايبريز او اي حاجه جزء منه، لكن لما بتيجي داونلود الباكجز بيداونلودها على جنبه وخلاص. حتى لو انت عندك الباكج دي اوريدي حد كان نزلها قبل كده بيجيبها لك من الكاش وخلصنا على كده. فالموضوع بيبقى ابسط بكتير من انك انت تقعد تداونلود بقى وتدور وتخش اليو اي بتاع الحاجه والداونلود، مش هنخلص يعني. فده مفيد يعني. وبعدين بعد كده هو الجزئيه بتاعت ان انت الاوتوميشن دي انت ممكن تاخدها لخطوه كمان بعد كده، زي مثلا ان لما يعني مثالين بسرعه لدهوت، في لما بتعمل بتستخدم ام بي ام مثلا، ام بي ام هو على مدار الوقت انت بتحتفظ ب فايل اسمه packages.json، بيبقى في قائمه بالباكجز اللي انت بتعتمد عليها في البروجكت بتاعك بالفيرجن نمبرز بتاعتها. بعد كده هوت لما انت بتتشيك الكود بتاعك في جيت مثلا، او بتحط الكود بتاعك على جيت هاب، مش المفروض ان انت تحط الباكجز دي هيت كلها في الفيرجن كنترول. انت المفروض بس ان انت تحط packages.json في الفيرجن كنترول، وبعدين بعد كده هوت الناس هتستخدم الملف ده هوت في انها بكوماند واحد تقدر انها تداونلود كل الديبندسيز بتاعتك. فده هوت بيخلي طبعا الداونلود بتاع البروجكت بتاعك بشكل اسرع، وبيساعد في الاوتوميشن. في حاجات تانية مثلا زي ابتيتيود او مثلا شوكلتي، على مدار الوقت يعني انا في السوفت وير اللي انا بستخدمه انا بحتفظ بقائمه بكل السوفت وير اللي انا بستخدمه بجيبه من شوكلتي مثلا، بحيث ان انا لما عايز اشيل الويندوز واحط وانستول ويندوز جديد، ممكن ان انا استخدم القائمه دي هات في ان انا ارنها مره واحده، هينستول كل السوفت وير اللي انا بستخدمه على طول من شوكلتي. لدرجة ان النهاردة في مثلا بروجكت تاني ليه علاقة بالشوكلتي اسمه بوكس ستارتر. انت بتحتفظ بالقائمة دي هي، تدي لبوكس ستارتر القائمة دي هي، وهو هياخدها ينستول كل السوفت وير ده هوت واحد ورا التاني، هيمنتين مثلا محتاج ان هو بعد باكج معينة او بعد برنامج معين انه يرستارت الماشين، هياخد هيرستارت وبعدين بعد كده يموف للايتم الثاني او اللي بعد كده هوت في القائمه،
وينستول ده هوت واللي بعديه واللي بعديه وهكذا، عايز يريستارت مره كمان يريستارت وهكذا. فانت ممكن ان انت تاخد المكنه من فريش انستاليشن ل اللي بيقولوا عليه في مايكروسوفت مثلا desired state بكوماند واحد. انت تعمل بوكس ستارتر وبعدين الملف بتاعك اللي فيه قائمة الباكجز او الابليكيشنز اللي انت بتستخدمها وهي اكسكيوت كل ده هوت، خلاص كده انت عملت انستليشن للمكنة بتاعك. وده يعني ده اللي هو الخطوة اللي جاية بعد كده هوت، حاجات زي شيف و ايه التاني في تانيين اللي مشهورين اسمهم ايه؟ طبط. كلها اسامي very serious بصراحة. ما هو فعلا هي في الاخر التكنولوجيا بتبني على بعضها. يعني هو لو ما كانش في باكج مانجرز فيها اللايبرز والمانجر ده كان هيبقى صعب قوي انك تعمل حاجه زي شيف او زي بابت. لو الشيف وبابت احنا اتكلمنا عليهم قبل كده في البودكاست بتاع ديف اوبس، بس يعني عوده سريعه، يعني الفكره اللي هي الفكره نفسها في انك انت عندك ماشين كلين خالص، سواء فيرشن ماشين او ماشين عاديه كلين لسه فاضيه، وعايز تعملها بروفيجننج او تحولها لحاجه سبيشاليز. يعني مثلا المكنه دي المفروض تبقى داتا بيس سيرفر، عشان تبقى داتا بيس سيرفر محتاجه تنزل عليها مثلا ماي سيكوال، محتاجه تنزل عليها شويه لايبرز زياده، شويه تولز، حاجات كده معينه لازم. اوكي، حل الموضوع ده ازاي؟ يا اما اقعد انزلهم بايدي احطهم واحده واحده، اعمل انا سكريبت على جنب كده رنه، او انا استخدم حاجه زي شيف وبابت ان انا اقول ان ادي المكنه دي نوع من اسم، اسميها اسم المكنه دي بسميها داتا بيس سيرفر. يعني داتا بيس سيرفر يعني فيها الكمبيوتر الفلانيه بالمنظر ده او الاوبريسيف فلانيه والحاجات دي. بعد كده اقول للشيف يتصرف هو، فكل ما احتاج ان انا اعمل داتا بيس سيرفر اقول امارك المكنه دي انها داتا بيس سيرفر، اوتوماتيك يروح الشيف جاي داخل مظبطها ومروقها. فهي الفكره دي جايه بالمنظر ده، انك انت هو الشيف بيقرا بيستخدم حاجات زي الباكج مانجر اللي انت بتقول له يستخدمها، يروح يدور لك البوست تقول عليها ويتكلم بيها. تقدر تقول انك انت عليت الفوكابر اللي انت بتتكلم بيه مع الكومبوننت دي، مجرد ان انت تروح ادونلود الدي ال اي ولا اكس اي حتى الفلانيه، انا اقول له انستول مثلا ماي سيكول فيرجن اكس، هو عارف هيعمل. فده بيسهل قوي انك انت تتوميت العمليه الكومبوننت. فده يعتبر واحده من التكنولوجيز اللي بانت فوق الباكج مانجرز، او استفادت جدا من وجود الباكج مانجرز. هو انا مش عارف، بالنسبه لي الصوت كان ضاع شويه في الجزئيه الاخرانيه دي يا محمد. هو صوت عاش بقول في الاخر، يعني شاف وباكت شاف والحاجات دي كباكج مانجرز بروفيشنال سيستم او بالمنظر بنوا او استفادوا من وجود الباكج مانجرز في الدنيا، ان هو بيعرف بيجيب الحاجه منين ويعرف يابجريد الحاجه ازاي ويشوف اذا كان في فيرجنز جديده منها ولا لا. يعني انا فاكر كذا مره مثلا احنا بالذات قبل كده لما كنت بشتغل في حاجات ليها علاقه باغلب الوقت بلينكس وكده، كان فجاه مثلا اكتشف ان في سكيورتي فولنربيليتي مثلا في لايبرري معينه، فعايزين نابجريد المكان كله. كل موضوع كنا بنخش على في المستخدم اغلب كان ساعتها سولت حاجه شبه شيف، يعني بتغير السولت ستيت دي، تقول ان في الستيت الفلانيه دي بدل ما استخدم فيرجن اكس استخدم فيرجن واي وخلاص، وهو هيخش يتصرف. سواء بقى مكان جديد هينزل او مكان اوريدي موجود ممكن تتصرف معاه، الموضوع بقى ابسط بكتير من انك انت تستنى انا اشوف هعمل ايه واستنى اشوفها في المكنه امتى واعمل ايه، هو بيرول اوت يعني. فالموضوع بيبقى ابسط بكتير من الـ من الـ من, الـ من الاول يعني. تمام. الباكج مانجر بيستخدمها في الانستاليشن بتاع السوفت وير، منتشر جدا في لينكس. واحد مثلا زي واحد من الناس اللي هي الفاوندرز او المين كونتريبيوتورز كانت اللي ورا مثلا مشروع ديبيان، ايان ماردوك، يعني وصف الباكج مانجمنت انه the single biggest achievement Linux has brought to the industry. يعني ده لو Linux ساهم بحاجة واحدة هي كانت ال package managers. والنهاردة مثلا مايكروسوفت في مشروع يمكن لسه مش بشكل official confirmed يعني أو announced، إن يبقى مايكروسوفت يبقى ويندوز فيه كمان package management بنفس الشكل اللي موجود أو منتشر في Linux، من خلال بروجكت اسمه One Git. اعتقد انه هيبني بشكل ما على New Git.
وده بسبب ان بسبب مثلا مشروع زي تشوكلتي اللي اللي يعني لو انت مش بتستخدم تشوكلتي عشان تنستول السوفت وير على الماشين بتاعتك يعني اديله فرصه هتلاقي انه هايل يعني بصراحه. حد يحب يضيف أي حاجة ولا تحبوا نختم على كده بحيث ما يبقاش حلقة طويلة يعني؟ أعتقد إن احنا غطينا يمكن أغلب النقط اللي ليها علاقة بباكج مانجرز. أعتقد إنه موضوع يعني في الفترة اللي فاتت دي هات بسبب تنوع إن بقى كل لانجويج أو كل بلاتفورم ليها باكج مانجر بشكل ما. ف يعني فكرة إن دي نفس الفكرة موجودة في كل الأماكن، أعتقد إن دي كانت نقطة يعني تستحق إن إحنا نشير إليها، لأن ده بيساعد كمان إن الواحد يتنقل من language ل language، لأن كمية الكود اللي أنا محتاج إن أنا أكتبه بتبقى أصغر وأصغر لما أنا ببقى عارف إن أنا أقدر إن أنا أعتمد على حاجات already مبنية. أنا ممكن بس إن أنا أنزل الباكج دي هيت، أضيف الفور لوب بتاعي والإف ستيتمنت وخلاص كده، خلاص أنا وأقدر إن أنا أتشيف حاجة في لانجوج أنا ما أعرفهاش من غير ما أحتاج إن أنا يعني أفهم الدنيا دي هيت كلها بتشتغل إزاي يعني. فده بيسهل، أكيد بيسهل الدنيا يعني. وكمان انت بتعتبر طريقه كويسه جوه يعني في الشركات الكبيره شويه، انك انت بتبقى عايز تعرف انت بتستخدم ايه. يعني انت دلوقتي لو انت مثلا عايز تحط شويه سكيورتي بريكوشنز مثلا، او عايز تتاكد ان مفيش انك انت مش بتفايليت اي لايسنسز مثلا او اي حاجه، ممكن ببساطه انك اغلب الباكج مانجرز بيبقى فيه مانيفست كده، او اللي هو زي npm ولا اسمه ايه packages.json او packages.config بتاع انالوجيك او الحاجات دي، بتبقى عارف بالظبط كل بروجكت بتستخدم ايه. فانت ممكن تروح تسكان كل الحاجات دي في كل الكود بيز بتاعتك وتبقى عارف انك انت compliant ولا لا، عندك مشاكل، عندك فيرجنز قديمه محتاج تغيرها. فده برضو بيديك يعني طريقه سهله انك انت تبقى تلم الموضوع. يعني بتبقى صعب قوي انك انت فجاه اللايبرري دي جبناها منين مش عارف، اصل احنا كنا لقيناها في حته داونلودناها واستخدمناها كويس احيانا، فطبعا ضربت دلوقتي او فيها مشكله او ما عندناش الكود بتاعها طبعا طبعا. فكل دي مشاكل بتبقى يعني الباكج مانجرز بتحلها، بتدي طريقه كويسه لحلها عامه يعني. فده يعني لو حاجه ممكن نختم بيها يعني ترايت، لو انت if you haven't tried before الباكج مانجرز، سواء اي تكنولوجيا بتشتغل بيها، شوف الباكج مانجر المناسب للتكنولوجيا بتاعتك وحاول شوف اذا كان هينفعك ولا لا. chances are ان انت هتحس ان الموضوع بقى يعني اكتر manageability، من ناحيه manageability الموضوع بقى احسن شويه. تمام ياسر، انت ساكت بقى فتره طويله. لا خصوصا package managers كلها integrated في الاكسبيرينس نفسها يعني. يعني لو بتكلم على الدوك مات الفيجوال ستوديو انتجريت فيه اي اي دي او تول او اي حاجه، لو هتشتغل روبي اكيد هتشتغل بالجيم يعني، دي جيفن يعني، ما ينفعش تشتغل روبي غير ما تشتغل بالجيمز. اللينكس طبعا دلوقتي كل هي الطريقه الوحيده ان انت تعمل انستليشن، مش الطريقه الوحيده بس الطريقه الستريت فورورد، وانتجريت طبعا مع الاوبريتنج سيستم. فما اعتقدش ان في حاجه ان انت ما تشتغلش بالباكج مانجرز يعني. احيانا ما بيبقاش حتى الموضوع ما فيش حاجه، ما بيبقاش في سبيل اخر يعني. مثلا لو انت بتستخدم روبي اون ريلز، هي ريلز عباره عن جيم في روبي يعني، ما فيش طريقه ثانيه انك توصل لروبي اون ريل غير لما تنزل تقول له جيم انستول ريلز يعني. هي طريقه انت لازم معاك اول حاجه استخدمتها غالبا في اول ما عملت حاجه انك نزلت الجيم بتاعت ريلز يعني. انا كنت اللي ممكن الناس ما تكونش جربتها انها تعمل باكج بتاعتها اشتغل بيها، تمام. انما انا ما اعتقدش ان في حد ما قبلوش ان هو ينتراكت مع باكج مانجرز. وكمان مش مطلوب من كل الناس انها تعمل باكجز، بس على الاقل ان هو يبتدي اول خطوه ان هو
يشوف ايه الديبندنسز اللي عنده في البروجكت بتاعه، هل ليها باكجز اوريدي، يبقى يحاول الديبندنسز من مجرد هارد لايبرري ديبندنسز ان هو يستخدم الباكجز. حتى ده مش بس كده، يعني مثلا لو انت بتستخدم مثلا ASP.NET و ASP.NET 5 اللي هي هتنزل قريب او كده، بقت عباره عن باكجز. يعني انت كل حاجه فيها بقت عباره عن باكجز، ما بقتش زي الاول. اللي هي بالظبط، فبقت كل حاجه فيها عباره عن باكجز. فانت هتحس ان اغلب الاندستري موفينج توورد الجول ده، ان الحاجات تبقى لحد ما اصغر ومور مانجبل، وبحيث انك انت ممكن تابديت كل حته لوحدها. لان احيانا بتبقى فعلا انت عندك تكنولوجي كبيره قوي، مش دي كلها على بعضها زي وان بالك كده، لو في مشكله واحده صغيره محتاج انزل لك البالك ده كله مره واحده تاني عشان في باج جاي عايز احلها. لكن لو الباكج دي او دي منفصله لكل باكج، وكل باكج لوحدها ممكن ابديتها لوحدها او اتارجتها لوحدها، هيكون اسهل يعني. فده في بنفيت كويسه يعني للناس كلها يعني. طيب مش عايز اطول برضو علشان غالبا لو احنا حد بس بنبتدي العودة مرة واحدة واحدة يعني، فاهم؟ عشان الموضوع لطيف، احنا يعني بتديش بساعتين. لا اعتقد ان احنا ستيل اقل من ساعة يعني. which is good يعني. فاللي هو لو دي برضو اول مرة تسمعنا او عايز تسمع اكتر من الحاجات اللي بنتكلم فيها، هتلاقي اغلب هتلاقي الحاجة بتاعتنا على facebook.com/askdeveloper، دي الفيسبوك بيج. الويب سايت بتاعنا askdeveloper.com، على soundcloud.com/askdeveloper. لو دورت على iTunes او دورت على Stitcher او على Zoom ولا whatever البودكاست ابس على ويندوز فون، هتلاقينا موجودين لو دورت على Ask Developer. فان شاء الله نشوفكم قريب باذن الله.